الموضوع لا وصلنا للباليت اللي هي تشكل الروف اوف ذا تانك او اوف ذا روف اوف ذا اورال كافيتي. اوكي طبعا هنا صححوها اورال كافيتي. اوكي شوفوا طلاب هذا الاورال كافيتي الروف مالته يتكون لي من شغلتين، اول شيء الهارد بليت وبعدها يجي السوفت بليت. اوكي هسه جراويكم صوره، هسه جراويكم صوره. شوفوا طلاب هذا الاورال كافيتي مو بلا، هذا الهارد بليت، هذا الهارد بليت عباره اللي سمينه هارد لان يتكون من البون، يتكون من بوني. اوكي لذلك سمينه هارد يعني صلب. بعدها يجي شنو؟ يجي السوفت بليت. السوفت بليت اللي هو هذا راح ارسمه بالاسود، يجي سوري يجي من هنا يمتد، هذا السوفت بليت، هذا السوفت بليت. اوكي هذا السوفت بليت. زين ليش سميناه سوفت بليت؟ لان يتكون من عضلات وبي جلاند وبي يعني ميوكوزا تحيط بيه منا ومنا. اوكي لذلك سميناه سوفت يعني يكون رخو، يتكون من عضلات مو يكون صلب يتكون من بون. اوكي اوكي فهسه احنا جاي نتكلم عن شنو؟ نتكلم عن ال عن الروف ماشي اوف اورال كافيتي. اوكي زين نجي بعد شغله طلاب، هسه احنا قلنا انه يابا عندنا الاورال كافيتي تكون من سوفت بلايت وهارد بلايت، اما بالنيزل كافيتي اللي هو تجويف الانف، انا من اتنفس من هنا يدخل النفس مبلغ تجويف الانف طلاب ماشي، الهارد بلايت يشكل الارضيه مالته. يعني شو يشكل لي الهارد بلايت بالنيزل، بالنيزل كافيتي اللي هو تجويف شنو؟ اللي هو تجويف الانف. شو يشكل لي هذا الهارد بلايت؟ شو يشكل لي؟ يشكل لي الارضيه مالته اللي شو نسميها؟ نسميها الفلور. اوكي؟ مو الروف. اما بالاورال كافيتي فشو يشكل لي هذا الهارد بلايت والسوفت بلايت؟ اثنيناتهم يشكلن الروف. اوكي الروف. اما هنا فقط الهارد بلايت يشكل لي الفلور مالته، الارضيه مالته، مالت من مالت النيزل كافيتي. هاي المعلومه لازم تعرفوها. اوكي اوكي شوفوا طلاب خلي اجي اوضح لكم من يتكون الهارد بلايت. راح اعتبر انه انتم مدارسين السكول، راح اعتبر مدارسيها واجي اشرح لكم اياها من البدايه. اوكي اوكي تعالوا يا طلاب شوفوا عندنا عظمه الفك السفلي اللي هي هاي، شو نسميها هاي بالاخضر؟ نسميها المكزيلا مو بالله؟ مو بالله. هسه انا شايل هنا شايل عظمه الفك السفلي اللي هي هي تجي وتنزل. اوكي اللي شو نسميها؟ نسميها المندبل. اوكي فعندي اني هاي عظمه الفك العلوي اللي هي شو نسميها؟ المكزيلا اللي هي اثنين. اوكي اوكي شوفوا طلاب هاي عظمه الفك العلوي تنزل لجوا تكون لي السقف مالت من؟ مالت الفم اللي تشوفوها هنا، يعني تكون لي الهارد بلايت. هاي المنطقه منها اللي راح تكون لي الهارد بلايت شو نسميها؟ نسميها بالاتاين بروسيس اوف مكزيلا. زين ليش سميناها بالاتاين بروسيس؟ بروسيس يعني بروز عظمي طلع من المكزيلا وكون لي هاي المنطقه اللي هو هذا البروز العظمي. زين ليش سميناها بالاتاين؟ نتيجه للبالاتاين بون اللي هي هاي اللي اشارتها بالاخضر، هاي عباره عن عظمه ماشي تجي بعد البالاتاين بروسيس، هاي البالاتاين بروسيس اوف مكزيلا تجي بعدها. هاي العظمه هاي تكون معقده. اوكي اذا تشوفوا هاي العظمه اسوي لها ايزوليت اذا تردون. اوكي هاي العظمه هذا الجزء منها طبعا خليني اشرح لكم عن هاي العظمه. شوفوا طلاب هاي العظمه تتكون من جزئين، هذا الجزء اللي حوضته سميه perpendicular part of the palatine bone، هي اسمها palatine bone. شو اسمها؟ اسمها palatine bone. اوكي هاي بتتكون من جزئين. اوكي تتكون من جزئين، الجزء الاول اللي هو هذا شو نسميه؟ عفوا نسميه perpendicular part of the palatine bone، وهذا الجزء نسميه horizontal part يعني الجزء شنو؟ الجزء العرضي. اوكي الجزء العرضي نسميه horizontal part اللي هو هذا، هذا الهوريزنتال بارت هو اللي راح يكون لي الهارد بلايت. اوكي نجي نرجع شوفون هذا الهوريزنتال بارت هو اللي راح يكون لي الهارد بلايت. فالهارد بلايت طلاب يتكون لي من البالاتاين بروسيس اوف ذا مكزيلا ومن الهوريزنتال بارت اوف ذا بالاتاين بون. خوف عرفنا هاي المعلومه، عرفنا هاي المعلومه طلاب. هذا الهارد بلايت اذا تشوفوه هسه راح دقيقه بس، هذا الهارد بلايت اللي هسه انا سويته. اوكي زين منو يحيط بهذا الهارد بلايت؟ يحيط به هذا الارتش اللي راح ارسمه بالاخضر، بس ركزوا وياي يعني. هذا الارتش عباره عن شيء عظمي، ارتش ارتش قوس، قوس عظمي. اوكي هذا الارتش نسميه الفي اولر ارتش اللي هو يحيط لي بالبالاتاين بالهارد بلايت، نسميناه الفي اولر ارتش نتيجه للاسنان، الاسنان نسميها باللاتيني تقريبا الفي اولر.
اوكي. فكل شيء يدنى يم الاسنان وقريب على الاسنان نسميه الفيولر. فهذا ارش عظمي ارش قوس فسميناه الفيولر ارش، اللي هو الارش اللي قريب على الاسنان. تمام؟ لو مو تمام اكيد تمام. شوف طلع بعد شو عندنا. عندنا هنا عباره عن فوريمن، سوري عباره عن فوسه خسفه هنا، وبهاي الخسفه كنال تو كنال. هاي الكنال وين تصعد؟ اسف، هاي الخسفه مخسفه وبها قنوات اثنين. هاي القنوات وين تصعد؟ تصعد للتجويف الانف. شوف تصعد وين، بس دقيقه بعدين بعدين بعد، تصعد الى تجويف الانف، تصعد الى تجويف الانف. اوكي يعني هنا تصعد. اوكي اوكي. وهاي شو نسميها؟ نسميها الانسيزف فوسه، ماشي. والقنوات اللي تنفتح بها شو نسميها؟ نسميها انسيزف كانال. اوكي اوكي، لحد الان امورنا تمام. انزين كل شيء خلصنا، ماشي. بعد اريد اوضح لكم شنو. هسه احنا خلصنا من الهارد بلايت، نجي خلصنا من هذا اللي هو الهارد بلايت، نجي للسوفت بلايت. شوفوا طلاب، هاي الحدود مالت الهارد بلايت، اذا تشوفوها من هنا تطلع للسوفت بلايت، اللي هي عضلات وميوكوزا تحيط بيها وبها جلاند، تكون رخوة. ليش سميناها سوفت بلايت؟ لان هي رخوة تتكون من عضلات وليس عظام. اوكي اوكي، اذا تشوفون هنا انا سوى ما ادري ايش في التطبيق. اوكي هنا انا شوفوها. اوكي خلينا نجي نرجع اللي هنا أنا. شرحنا تقريبا اغلبيتها. ايش قلنا؟ قلنا نياب الهارد بلايت، بس دقيقه، انه عندنا احنا البلايت اللي هي تكون الروف مالت من مالت الاورال كيفيتي، lies in the roof of the oral cavity as two part، اللي هو الهارد اللي يكون بوني وموجود انتيريرلي، وبعدها السوفت بلايت يجي بوستيريرلي. اوكي اوكي، سوفت بلايت اللي يكون ماسكولر، يعني شنو ماسكولر؟ يعني يكون عضلي، عضلات تطلع منه او عضلات تكونه. اوكي، يكون بوستيريرلي بعد الهارد بلايت اللي هو هذا. اوكي اوكي، نجي اول شيء ناخذ الهارد بلايت اندرسه. اول معلومه عرفناها عن الهارد بلايت اللي هو يكون لي السقف مالت الاورال كيفيتي، ويكون لي الفلور اللي هو الارضيه مالت النيزل كيفيتي اللي هو تجويف الانف، ماشي. من يتكون لي؟ قلنا يتكون من المكزيلا اللي هي عظمه الفكس العلوي اللي شرحناها بالتطبيق. اوكي، اللي هي مين من 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 بروسيس سمينا بروز عظمي، سمينا البالاتاين بروسيس، سميناه البالاتاين بروسيس. ليش سميناه بالاتاين؟ نسبة لأنه عظمة وراء اسمه البالاتاين أو بالاتاين بون، فسميناه لين قريب عليه سميناه بالاتاين. أوكي ماشي، يتكون لي من البالاتاين بروسيس أوف ذا ماكزيلا، ويتكون لي من الهورزنتال بارت أوف ذا بالاتاين بون، هورزنتال بليت أور بارت أوف ذا بالاتاين بون، موجود بوستريرلي، يعني البالاتاين بروسيس انتيريرلي، والهورزنتال بارت أوف ذا بالاتاين بون أوف ذا بالاتاين بون صايره behind يعني posteriorly. اوكي اوكي، طبعا يقول لك boundary يعني المحيط بشنو؟ arch، arch عظمي. ايش قلنا عليه هذا الارتش؟ شنو نسميه اللي هو هذا الارتش؟ اذا تشوفوه مبين بالتطبيق اكثر، سميناه alveolar arch، سميناه alveolar arch اللي هو هذا. اوكي اللي هو هذا. اوكي اوكي، وقلنا يابا انه سميناه alveolar نسبة للتوث. اوكي يعني نسبة انه له علاقة بالتوث بالاسنان. اوكي اوكي، نجي بوستريرلي نتكلم انه يابا هذا الهارد بلايت، هذا الهارد بلايت اذا تشوفوه بوستريرلي اليه اللي هو السوفت بلايت اللي رسمته هسه بالوردي. اوكي اللي هو هذا السوفت بلايت، فبوستريرلي للهارد بلايت كونتينوس وذ ذا سوفت بلايت، ماشي. نجي هاي معلومة عرفناها، نجي معلومة اللي وراها اللي هي هاي، شنو اقول لك؟ اقول لك يابا انه هذا الـ 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 هذا مو بس عظم، مو بس عظم. طلاب احنا ايش قلنا؟ قلنا بالاناتومي كله، قاعدة بالاناتومي كله، شو تقول؟ يقول يابا كل عظم محاط ببيري اوستيوم، بطبقة نسميها بيري اوستيوم، اللي شو نسميها؟ نسميها سمحاق العظم بالعربي، ماشي؟ العظم، سمحاق العظم اللي هي البيري اوستيوم. اوكي، فهنا هم المحاط بالبيري اوستيوم اللي هو ليش؟ لان هو بوني، لان هو يتكون من بون، فاكيد محاط بالبيري اوستيوم. زين، بس هنا صحيح محاط بالبيري اوستيوم، لكن تجي طبقه بعد فوق البيري اوستيوم، تجي طبقه فوق البيري اوستيوم سميها ميوكوزال، ميوكوزال ممبرين، ميوكوزال ممبرين. اوكي اوكي، اذا تشوفون هنا هي هاي الطبقه الحمراء اللي مبينه،
الطبقة اللي حمراء هسه اللي انتم تشوفوها هاي هي هاي الميوكوزال ممبران ماشي. فهو the under surface يعني اللي يغطيه شنو covered by انه شنو اللي راح يغطيه اوكي اللي راح يغطيه هو عبارة عن ميوكوزو بيريوستيوم. بيريوستيوم اللي هو سم حاق العظم قلنا يحيط بالعظم اوكي اللي يحيط بالعظم. وبعد اكو شغلين اللي هو الميوكوزال ممبران سميناها ميوكوزا اوكي فتحيط به شغلتين اللي هو الميوكوزو ممبرين دمجناها ميوكوزو ممبرين بكلمة ميوكوزو ممبرين هي هاي اللي راح تحيط بالهارد بلايت اوكي. هاي المعلومة مو كلش مهمة اوكي. هنا أنا طلاب اريد ما كاتب هاي المعلومة ما كاتب هنا أنا. اوكي ما كاتبها بالحكي وانما ضايف لك اياها كصورة على المود ما تنساها لان ادري انا بس اضيف حكي راح تنساها يعني انا اعرفكم قاري عقلكم. طلاب اريد اوضح لكم شغلة انا ايش قلت لكم هنا مو قلت لكم يا بأكو شيء اسمه انسيزف فريمن انسيزف فوسة وهاي الانسيزف فوسة يطلع منها كنال تروح تنفتح لي بالخشم مو بالله مو بالله اكيد وضحت لكم اياها قبل شوية واذا ما وضحت لكم اياها فانتم هسه عرفتوها اوكي. هاي الانسيزف فوسة زين عفكم هسه احنا عرفنا هنا اكو انسيزف فوسة زين هذا الهارد بلايت ايش قلنا محاط بشنو ببيري اوستيوم ببيري اوستيوم اللي هذا الاحمر وبعدها شنو ميوكوزال ممبرين. طلاب الميوكوزال ممبرين هنا وفوق الانسيزف فوسة فوق الانسيزف فوسة اللي هي النقرة اللي هنا اوكي. طبعا هنا من مؤشر هو ما مؤشر على الفوسة لان احنا قلنا اكو فوسة وبنصها كنال هاي كنال تنفتح بالنيزل كيفيتي مباراة هو مؤشر لك على الكنال اوكي بحيث انه جار لك سهمين ماشي. هاي الانسيزف فوسة هاي هذا الهارد بلايت مو راح يحيط بيه ميوكوزال ممبرين. الميوكوزال ممبرين هنا يتثخن ويصعد لفوق يكون لي مثل الانتفاخ هنا ماشي من يتثخن يكون لي مثل الانتفاخ. شنو نسميه هذا الانتفاخ تعالوا وياه اللي هو هذا الانتفاخ شوفوا شنو نسمي هذا الانتفاخ نسميه انسيزف بابله. ليش سميناه انسيزف انسيزف بابله او انسايسف بابله انسايسف بابله سميناه بابله لانه البابله يعني انتفاخ يعني انتفاخ وانسايزف لان يكون فوق فوق من فوق من فوق الانسايزف كنال فوق الانسايزف فوسة اوكي فسميناه انسايزف اوكي اللي هو overlying the incisive fossa اوكي. هاي المعلومه لازم تعرفوها. من هذا الانسايزف بابله انسايزف بابله يطلع لي خط هم تثخن بالميوكوزا خط هذا اللي هو الخط اللي رسمته بالوردي شنو نسمي هذا الخط بما انه مستقيم فسميناه رفاه وبما انه لونه فاتح فسميناه كذلك رفاه لان رفاه بمعنى خط مستقيم فاتح اوكي باللاتيني سميناه بلاتاين نتيجه لوجوده بوجوده على طول البلاتاين بروسيس على طول البلاتاين بروسيس اوكي اوكي يعني هسه هذا البلاتاين بروسيس وهذا بلاتاين دقيقه هذا بلاتاين بروسيس وهذا بلاتاين بروسيس هو راح يطلع منه على طول البلاتاين بروسيس اذا تشوفوه هنا شو نسميه بلاتاين رفه ماشي فعرفنا البلاتاين رفه رفه بمعنى خط مستقيم من هذا البلاتاين رفه تطلع لك خطوط مطعجه يعني شنو خطوط مطعجه شوفوها بس ركزوا وياي شنو خطوط مطعجه يعني خطوط هيك رايحه صاعده ونازله صاعده ونازله صاعده ونازله صاعد سميها ترانسفيرس همين اوكي صاعد فبما انه مطعجه وهمين يعني ثكنس بالميوكوزال ممبرين تثخن بالميوكوزال ممبرين يحيط له بالهارد بلايت فسميناها بما انه ثكنس ومطعجه سميناها روجي روجي بمعنى طعجات يعني شايفين الورقه من تعفسها وتطلع بها طعجات هي هاي نسميها روجي باللاتيني ماشي هاي الروجي راح تاخذوها كذلك بالهيستولوجي اوكي بالهيستولوجي ان شاء الله راح فبما انه هسه انتم عرفتوا شنو روجي روجي بمعنى طعجات هاي الطعجات منين تطلع لي تطلع لي من البلاتاين رفه من البلاتاين رفه اذا تشوفوها اللي هي هاي هسه رسمتها اوكي اوكي شو نسميها بلاتاين روجي اوكي طالعه من الجانبين ترى هاي البلاتاين روجي زين هاي البلاتاين روجي مرات اسميها شو اسميها شوفوا خلي اراويكم هاي الصوره شوفوا هسه هاي شنو هاي الانسيزف بابله وهذا الانسيزف شنو هاي الانسيزف بابله اوكي وهاي شنو اللي هو البلاتاين اللي راح ارسمه هسه بالوردي اللي هو البلاتاين رفه اوكي فالانسيزف بابله والبلاتاين رفه اللي هو هذا بلاتاين رفه اوكي ومن هنا اللي هي البلاتاين روجي اذا تشوفوا هاي او
هاي البالتين روقي اللي طلعت لي منها. هاي البالتين روقي اقدر اطلق لها اسم ثاني اسميها ترانسفيرس بالتين فولد. فولد يعني طيات او طيات او انبعاجات. قلت لكم جيبوا ورقه وعفسوها راح تشوفون بيها طيات. هاي الطيات نسميها روقي. فالفولد ففولد يعني طيات، يعني ورقه هي هيج صايره. عفستها شلون صايره؟ صارت هيج. اوكي هاي الطيات هاي الصعدات نسميها روقي او نسميها فولد. فولد يعني طيه بالانجليزي. اما الروقي الروقي يعني طيه باللاتيني ببساطه. اوكي فهاي الصوره لازم تقروها لان اكو بيها معلومات. اوكي اوكي نجي هسه نقرا عن السوفت بلايت. السوفت بلايت احنا شارحي وعرفناه كله اللي هو يجي بعد الهارت بلايت. فهو attached to the posterior border of the heart بلايت، يعني يجي بعد الهارت بلايت ومتشلب هو بالهارت بلايت. ماشي محاط هذا السوفت بلايت محاط بالممبرين. تعالوا وياه شوفوا طلع هذا الهارت بلايت وهذا السوفت بلايت اللي تشوفوه هذا السوفت بلايت. زين محاط بممبرين اللي هو هذا. اوكي شو نسميه؟ نسميه ميوكوزال ممبرين. فهو كفر ابر يعني من فوق من هنا ومن هنا واند لور سيرفيس مالته بالميوكوزال ممبرين. بالميوكوزال ممبرين. اوكي من تتكون هاي ال يجيك ام سي كيو يقول لك من تتكون السوفت بلايت؟ تتكون لك من ماسكولار فايبر او من المسل فايبرز. ليش؟ لان راح تشلب بيه عضلات فاكيد راح تكونه. اوكي ويتكون لي من هاي الشغله اللي هسه راح اشرحها. عفوا هسه اللي تقروه هسه راح اشرحها. ويتكون لي من لمفاتك تشو. اكو هنا لمفاتك تشو خاف عبالكم. اوكي ليش؟ لان قلت لكم يا باللمفاتك تشو ينطيني خلايا اسمها لمفوسايت. شو اسمها؟ لمفوسايت. دقيقه سايت. هاي اللمفوسايت تكون تي وبي. هاي بس اكل لقمه وهاي اللقمه بيها بكتيريا. بس اكل اكله اوكي وهاي الاكله بيها بكتيريا. هاي اللمفوسايت تجي تهجم هنا. فهاي اللمفوسايت موجوده بالسوفت بلايت وبنهايه التانج وكذلك راح اخذها موجوده هم بالاورال كيفيتي اللي هي البلاعيم احنا نسميها هسه راح ندرسها ان شاء الله. اوكي فتحتوي لي على اللمفاتك تشو تحتوي لي على جلاند. هاي الجلاند شو تسوي؟ تفرز لك الميوكس. الميوكس اللي هو هذا الميوكس شو يسوي؟ اللي هو ماده لزجه على المود. انا من ابلع اللقمه هاي تفرز الميوكس اللقمه تمشي من هنا وتطلع. اوكي اوكي وبعد شنو طلاب؟ تحتوي لي على البلد فازل والنيرف اللي تغذي لي الشغلات اللي موجوده هنا. اوكي ماشي طلاب قلت لكم اتركوا شغله اللي هي هاي البالاتاين ابونوروسس. طلاب شنو ابونوروسس؟ هاي شغله عظمه افرضها عظمه. اوكي نفرضها عضله. اوكي هاي شغله الدويره افرضوها عضله وهاي عضله ثانيه راح ارسمها شنو؟ بالاسود. بالاسود هاي العضله الثانيه. شوفوا طلاب اجتي هاي العضله الثانيه. هاي العضلة الثانية طلع منها التندن مالتها. التندن مالتها طلع مش اللي هنا. هذا التندن مالتها انقسم وحاط لي بهاي العضلة. هذا التندن حاط لي بهذه العضلة اكسباندد توسع وحاط لي بهاي العضلة. هاي المنطقة هاي المنطقة اللي حاطت بالعضلة او هاي شوفوها هاي اللي حاطت بالعضلة. اوكي شنو نسميها؟ هاي نسميها ابونوروسيس. ابو نوروسيس. اوكي سميها ابو نوروسيس. اوكي فطلاب هذا الـ هذا السوفت بلايت. سوفت بلايت راح تجي عضله راح تجي عضله من هنا. هاي العضله ينزل التندن مالتها ويتوسع اكسباندد بحيث انه يحيط له بالابو نوروسيس كله يحيط له بالسوفت بلايت كله. اوكي تعالوا اراويكم الصوره. شوفوا طلاب هاي العضله هاي العضله شوفوا التندن مالتها شلون نزل. شوفوا التندن مالتها شلون نزل وشلون توسع بحيث انه حاط لي بيمن شلون توسع. وهاي من هنا من الجهه الثانيه همين التندن مالتها توسع وحاط لي بي السوفت بلايت. هاي العضله نسميها التنسور فيلاي بالاتيناي. ماشي تنسور فيلاي بالاتيناي. بالاتيناي نتيجه انه راح تنزل للسوفت بلايت. تنسور لان راح الشد وهسه راح اراويكم شلون الشد. اوكي فيلاي بالاتيناي. فيلاي لان تكون بشكل يعني هيك هيك شكلها كانها زغابه. اوكي زغابه اللي هي تطلع فوق السيل الخليه اللي هي الزغابات. اوكي الشعيره. اوكي شنو شعيره؟ فيلاي بالاتيناي. اوكي يعني فيلاي التشبيه تقدر تقول. فتنسور فيلاي بالاتيناي هي اللي راح تكون لي البالاتاين ابو نوروسيس. ماشي البالاتاين ابو نوروسيس هو مو تندن مو تندن هذا اللي نزل من هنا وحاط له بالعضله. هذا البالاتاين ابو نوروسيس بما انه حاط له بالعضله اقدر اشبه لكم اياه بالجاروب. الجاروب اللي تلبسوه برجليكم، اوكي؟ او بالشف
اوكي شف او كمنهم يسموه كف كفوف اوكي اوكي اختلاف لهجة. الكفوف اللي هي تلبسوها بيتكم وتغطيتكم كلها ها اشبهاني بمن بالابونوروسيس اللي هو راح يغطي لي كذلك السوفت بلايت. فطلاب الابونوروسيس هو عبارة عن شيث. شيث يعني شنو؟ يعني مثل الكف انه يغطي لي المنطقة كلها اوكي، او مثل الجاروب اللي يغطي لي رجليه كلها من ألبسة. اوكي attached to the posterior border of the heart blade. يقول لك انه هذا الهارت بلايت اوكي. طبعا هذا تجويف الانف اللي هو النيزل كيفيتي، الارضيه مالته اللي هو الهارت بلايت اوكي. فتشوفون وهذا يا هو دقيقه، وهذا يا هو هذا عباره عن السوفت بلايت مغطى بالبلاتين ابنوروسيس. فشوف البلاتين ابنوروسيس شلون اتصل بالبوستيرير بوردر اوف ذا هارت بلايت، لان هذا الهارت بلايت فهو اتصل لي بالبوستيرير بوردر اوف ذا هارت بلايت اوكي. اوكي فاتاش تو ذا بوستيرير بوردر اوف ذا هارت بلايت اكسباندد تندن اوف ذا تنسر فيلاي بلاتين. قلت لك هذا وتتوسع وتغطي لي السوفت بلايت. ماشي طلاب، هاي المنطقه النهائيه مالت دقيقه هاي المنطقه هسه هاي مو سوفت بلايت، هاي المنطقة النهائية هاي عبارة عن عضلة. شو نسميها؟ نسميها يوفيولا اللي هي هاي طلاب، هاي اليوفيولا اوكي اللي هي هاي اليوفيولا هم راح يجي البلاتان ابنوروسيس يغطيها اوكي. هم يجي بلاتان ابنوروسيس يغطيها. خليني اراويكم الصورة هنا، هذا السوفت بلايت شوفوا اللي رسمته هسه، هذا السوفت بلايت اوكي. شوفوا طلاب السوفت بلايت اجت هاي العضلة اللي هي هنا نفرض هنا، خلينا نرسمها بالاسود بالازرق احسن. هاي شو نسميها؟ نسميها تنسر فيلاي بلاتين. نزل التندن مالتها، هذا التندن اللي هو الابيض اللي تشوفوه او الرصاصي، هذا التندن مالتها نزل تشعب غطالي البلاتين بروسيس واتصل لي وين التندن؟ شوف بالبوستيريور بوردر اوف ذا هارت بلايت، بالبوستيريور بوردر اوف ذا هارت بلايت راح ينزل ينقسم جزء منه من هنا يجي يغذي لي اليوفيولا. اليوفيولا عباره هاي نسميها، ليش نسميها يوفيولا؟ لان اليوفيولا من تتكون؟ تتكون من مصل. هاي اليوفيولا تتكون من مصل، من عضله، سميها ماسكولاس يوفيولي، ماسكولاس يوفيولي اوكي، ومحاطه بميوكوس ممبران. فتبين لكم بهيج شكل، يعني ما تبين كانها عضله، شوفها لان محاطه بشنو؟ بميوكوس ممبران اوكي. اوكي فتشوفوا هنا شايلين احنا الميوكوس ممبران اللي هو هذا شايليه، شوفوا مخليه بس هنا ومبين هنا عضله اللي شو نسميها؟ اللي نسميها ميوكوس يوفيولي، راح ندرسها ان شاء الله شويه بعد اوكي. فيقول لك سبلت تو انكلوز ذا ماسكولاس يوفيولي اوكي. هذا البلاتين ابونوروسيس ينطيني اورجن وانسرشن العضلات تشلب لي بالسوفت بلايت، عضلات تشلب لي بالسوفت بلايت ينطيني اورجن وانسرشن راح ندرسه ان شاء الله. واحنا درسنا عضله قبل شويه انطت شنو؟ عفوا انطت انسرشن. درسنا قبل شويه عضله انطت شنو؟ عفوا انطت انسرشن اللي هي هي اللي هي الجلوسو سوري اللي هي البلاتو الجلوساس مصل. هسه اراويكم اياها بلاتو جلوساس مصل اللي هي هاي البلاتو جلوسس مصل ماشي. سوري انطت اوريجن، هي انطت اوريجن المن بالبلاتين او نوروس تشلبت اوكي. اوكي نجي نرجع تمام طلاب. هسه وين وصلنا؟ وصلنا للمصل اوف ذا سوفت بلايت اوكي. ناخذ اول عضله اللي هي التنسر فيلاي بلاتيناي. طلاب من اسمها طبعا المصل اوف ذا سوفت بلايت عده عضلات راح تتصل بالسوفت بلايت اوكي. فمن اسمهن انا اقدر احدد الفانكشن مالتهن. يعني هنا أنا مثلا اول مصل نجيها اللي هي تنسور فيلاي بلاتيناي. بلاتيناي يعني تتصل لي بالسوفت بلايت، تنسور يعني شد السوفت بلايت. فمن اقول تنسور يعني وظيفتها تنس ذا سوفت بلايت اوكي. اوكي فخلصنا هسه من الاكشن مالتها اوكي. نجي للانسرشن ونجي للاوريجين وللانسرشن. طلاب هي هاي العضله، هي هاي العضله شوفوها من هنا ونازل جوا اوكي. وهاي التنسر فيلاي بلاتيناي ايش قلنا عليها طلاب؟ قلنا انه يابا هاي التندن مالتها هي اللي راح يكون لي شنو؟ عافيه اللي راح يكون لي البلاتين ابونوروسيس. فاذا الانسرشن مالتها هو البلاتين ابونوروسيس اللي راح تكونه
فأوكي فخلصنا من الانسيرشن مالتها اللي راح تكون لي بي بلاتين ابو نيروسيس. نجي للاوريجين مالتها، مين دي تطلع طلاب هاي العضله، هاي التنسر فيلاي بلاتيناي. شوفوا لي يا طلاب هنا عظمه شنو، عظمه شنو خفاش. اوكي قلت لكم عليها، والله ما اعرف ارسم خفاش، شنو من خفاش هذا. المهم طلاب عظمه شنو خفاش هنا اوكي. شنو نسميه، نسميه سفينويد بون. هو راح تبدي منها من السفينويد بون، راح تبدي من 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 السوباين بالسفينويد بون اللي هو هيك صاير سوباين. اوكي بروز عظمه اسمها نسميه سوباين اوف ذا سفينويد بون، راح تبدي منه، بدت منه ونزلت وين، اتصلت، اتصلت بالسوفت بلايت، اتصلت بالسوفت بلايت. اوكي فبدت من هذا السوباين، ويم السوباين طلاب هنا الاذن، ترى هنا الميدل اير، لنفرض لنفرض هنا الميدل اير اوكي. وهذا شنو طلاب، هذا تجويف الانف. اذا تشوفوه ها، اذا تشوفوا هذا تجويف الانف اوكي. تحديدا هذا العفو هنا، طبعا هنا تجويف الانف شويه مزغري اوكي. المهم وهذا الورا تجويف من عفيه، تجويف النيزو، النيزو فارنكس اللي هو التجويف اللي يجي بعد تجويف الانف. يعني هذا تجويف الانف اكو تجويف بعده اوكي، هذا التجويف اللي بعده اللي هو البلعوم اوكي. في طلاب نجي من هنا، هاي الاذن، هاي الاذن تقسم الى ثلاث مناطق اللي هي الاكسترنال اير والانر اير والميدل اير والاذن الداخليه اللي هي الانترنال اير. فمن الميدل اير تطلع لي، هي تطلع لي الاوستاكين تيوب، تمشي من هنا. شوف الاوستاكين تيوب شلون راح تمشي طلاب، طبعا ارفع هذا شويه لفوق هنا. شوف الاوستاكين تيوب راح يمشي من هنا، يمشي من هنا وينفتح هنا، وينفتح هنا. فالعضله راح تتصل لي بالاوستيكين تيوب همين، مثل ما تشوفون هنا هذا الاوستيكين تيوب. خلي اجي اوضح لكم هاي الصوره طلاب، اغلبيتكم يعرفوها طلاب، بس باعوا لي هاي جوا شنو، جوا الاورال كيفيتي، الاورال كيفيتي اوكي. وهذا الاوروفارنكس هنا صاير، ما عليكم بالاوروفارنكس هنا، هذا الاورال كيفيتي. اما فوق شنو نسميه، نسميه النيزل كيفيتي. طلاب هذا النيزل كيفيتي مبينه بس البوابه الاخيره مالته، بالحقيقه هو هذا النيزل كيفيتي، فهاي البوابه بالنهايه مبينه مالته. النيزل كيفيتي ايش فيه طلاب، بيسبتم اللي هو هذا. شوفوا طلاب احنا النيزل كيفيتي شنو قلنا، قلنا يابا هو تو، هو تو كيفيتي اللي هو هذا كيفيتي وهذا كيفيتي ثاني اوكي. اوكي السبتم اللي بينهن نسميه نيزل سبتم اوكي، وهذا النيزل كيفيتي اوكي. اوكي وجاين باوع احنا من ورا، يعني شلون جاين باوع، جاين باوع من هنا اوكي، جاين باوع من هنا، هاي الصوره تمثل لي اياها اوكي. اوكي فتشوفون هاي التنسر فيلاي بلاتيناي نزلت من السفينويد بون من السوباين مالتها، يعني هذا هاي السفينويد بون، اذا تشوفوا هاي السفينويد بون، هذا السوباين مال السفينويد بون، وهذا شنو، هذا الكارتلج اللي شنو نسميه، سوري هذا الاوستيكين تيوب. فهي العضله من طلعت، طلعت من السوباين لزقت بالاوستيكين تيوب وراحت لمن، راحت للسوفت بلايت اللي موجود هنا اوكي، اتصلت به هاي العضله اوكي. فاذا تشوفوها شلون من هنا جت من السوباين، اتصلت بالكارتلج ومشت وين، راحت بالسوفت بلايت وكونت لي ابو نيروسيس. فهي وين متصله، بالسوباين اوف ذا سفينويد بون وبالاوديتوري تيوب اور اوستيكين تيوب، وظيفتها تن ذا سوفت بلايت. قلنا على الاسم، شوف الاسم طلاب انا مسوي هنا وردي ومسوي هنا وردي على مود تعرفون اوكي. اوكي الليفيتر فيلاي بلاتيناي هم من اسمها بلاتيناي، يعني ايش راح تسوي، تتصل بالسوفت بلايت. ليفيتر يعني راح ترفع، ليفيتر يعني ترفع، يا هو اللي هو السوفت بلايت، فوظيفتها رايزز ذا سوفت بلايت اوكي. رايزز يعني ترفع ذا سوفت بلايت اوكي. زين الاوريجن مالتها من جاي، اقول لك هنا الاوريجن مالتها هاي العضله اللي راح ارسمها خلي ارسمها بالوردي اوكي، اللي هي هاي العضله جايتني من هذا الطلاب، هذا هاي شنو، هاي العظمه شنو نسميها، عفوا نسميها تيمبورال بون. فهو جايني من الانفيريور سيرفيس اوف ذا بترس بارت اوف ذا تيمبورال بون ونازله لجوا، ومتصله وين، متصله بالبالاتين ابو نوروسيس اللي موجوده هنا اوكي. فهي هاي العضله شوفوها من هنا، اتصلت بالاوديتوري تيوب همين اوكي، ونزلت وين، اتصلت شوفوها، اتصلت بالبالاتين ابو نوروسيس. اذا تشوفون شلون اتصلت بالبالاتين ابو نوروسيس، شوفوا من هنا اتصلت بالبلاتين أو بنوروسيس، من هنا اتصلت بالبلاتين أو بنوروسيس، ومن هنا اتصلت بالبلاتين أو بنوروسيس. فهو بالبترس بارت أوف ذا تيمبرال بون اتصلت بي، واتصلت كذلك بالأوديتوري تيوب ماشي. وبعد شنو؟
الانسيرشن وين مالتها؟ بالبالتين ابو نوروسيس. وقلنا الوظيفه مالتها تعكس شنو؟ الاكشن مالتها، سوري الاسم مالتها يعكس الاكشن مالتها. يعني رايزس نفسها الليفيتر، يعني اثنيناتهم انه يرفع عن السوفت بلايت، يرفع عن السوفت بلايت. ايش وقت تشتغل هاي العضله؟ من انت تريد تبلع، من انت تريد تبلع. يعني شلون انت من تريد تبلع؟ يعني مثلا كلت هنا شغله، ها هذا حلقك، اوكي هذا حلقك، اكلت برجر، اوكي من اكلت الهمبرجر من نطب، من نطب تريد تبلع، فش تسوي هاي العضله؟ على مود هذا الهمبرجر ما يروح يصعد الخشمك، ما يطب من انا ويصعد الخشمك، فش تسوي هاي العضله؟ فش تسوي هاي العضله؟ بس دقيقه خلني امسح هذا. فش تسوي هاي العضله؟ ترفع السوفت بلايت لفوق، تخليه هيك بحيث انه انت تنزل ما تك الاكل، تنزل هيك. اوكي اوكي وصلنا لليوفيولا. طلاب اليوفيولا اريد اوضحها هنا، اوكي اليوفيولا هيك صايره، اللي هي هاي سوي لكم اياها، اللي هي هاي، هاي اليوفيولا، اوكي هاي اليوفيولا. طلاب اليوفيولا هيك صايره ماشي، تتكون لي من ميوكوزا او ميوكوزا الممبرين، هيك تكون ثيك، تكون ثيك، اوكي اوكي تكون ثيك هاي اليوفيولا. شوفوا هاي الميوكوزا الممبرين، هاي عبارة عن الميوكوزا الممبرين، تلطش بيها عضلة، عضلة تجي من هنا من الهارد بلايت ماشي، تنزل وتلطش بيها، اوكي تلطش بيها اللي هاي بالاحمر. شو سميها؟ سميها اللي هي هاي، اللي هي الماسكولارس يوفيولا. فالانسيرشن مالتها بالميوكوزا اوف ذا يوفيولا، اللي هذا بالوردي الميوكوزا اوف ذا يوفيولا، هاي هو الانسيرشن مالتها. زين الاوريجين مالتها من وين طالعة؟ شوفوا طلاب، هاي اللي تشوفوها هاي اليوفيولا، هاي اذا تشوفوها هنا همين هاي اليوفيولا، اوكي هاي سوري هاي اليوفيولا، هاي اوكي هاي عباره عن ميوكوزا. شوفوا طلاب راح تجيها عضله من هنا متصله وين؟ بالبوستيريور بوردر اوف ذا هارد بلايت، هذا الهارد بلايت بالقرب من السبتم، من النيزل سبتم اللي هي هاي تو هيد، من هنا تنزل اوكي، ومن هنا تنزل، من هنا تنزل، بعدين يتحمل الهيد ويكون وينزل اها واتصلت باليوفيولا. شو نسميها؟ نسميها ماسكولار، ماسكولاس ميوز يوفيولي، ماسكولاس يوفيولا وماسكولاس يوفيولا نفس الشيء، اوكي اوكي. فماسكولاس يوفيولا تختلف عن عن اليوفيولا، اوكي اليوفيولا هي عباره عن ميوكوزا، اما الماسكولاس يوفيولي اللي راح تتصل لي باليوفيولا اللي هي الميوكوزا وترفعها ماشي. هاي اذا شوفوها هاي يوفيولا، الميوكوزا هاي تجي وراها عضله تتصل بها وترفعها، اوكي اوكي. من ترفع هاي اليوفيولا ايش وقت ترفع؟ من تاكل، ترفع وين؟ تسد النيزل كيفيتي، اوكي اوكي. فوظيفتها شنو؟ انه وظيفتها ترفع اليوفيولا ماشي. نجي بعد عضله تتصل بالسوفت بلايت، يا هي اللي هي البلاتو جلوساس، من اسمها جلوساس يعني راح تتصل باللسان، واحنا اللسان درسناه قبل شويه، اوكي ودرسنا عضلات قبل شويه، وهاي العضله بحد ذاتها درسناها قبل شويه، وقلنا انه هاي العضله ايش راح تكون لي؟ راح تكون لي اللي هو هذا الارتش اللي قلت لكم عليه، اللي هو هذا الارتش اذا تشوفوه، اللي اني هسه راسمه بيمن، دقيقه اللي اني هسه منقطه، منقطه هذا الارتش، منقطه بيمن، منقطه بالازرق، اوكي شو نسمي؟ نسمي بلاتو جلوسال ارتش، اللي راح يكون اللي هو البلاتو جلوسال مصل، اوكي وقلنا انه هذا الارتش ينسد من تاكل، من تلوش باللقمه، اوكي اوكي. تجي بعدها عضله اسمها بالاتو فارنجياس، بالاتو فارنجياس. طلاب هاي البالاتو فارنجياس، بالاتو فارنجياس تمتد من اسمها بالاتو فارنجياس اللي هي هاي بالاتو سوري هاي بالاتو فارنجياس، هاي من اسمها بالاتو يعني تمتد الاورجين مالتها من السوفت بلايت، هاي عرفنا. فارنجياس يعني تروح للفارنكس، تتصل بالوول اوف ذا فارنكس ماشي، تروح للفارنكس وتتصل بالوول اوف ذا فارنكس. وين هي؟ سراويكم اياها، هاي صوره بديعه بهذا الوصف. شوف هذا السوفت بلايت، هذا السوفت بلايت، وهاي راح ارسمها بالاسود اللي هي البالاتو فارنجياس، اوكي وين رايحه؟ شوف متصله وين؟ بالسوفت بلايت، متصله وين؟ بالسوفت بلايت، ونازله متصله بالفارنكس اللي هو هذا الفارنكس، نازله وين متصله؟ متصله بالوول اوف ذا فارنكس. اراويك اياها بعد، شوفوا طلاب شو راح اسوي هسه، انا راح اخذ صوره، هاي الصوره شنو هي؟ اخذها هيك واباوع منها من البوستيريور فيو واشيل الفقرات، شو راح يطلع لي؟ يطلع لي هيك، انا مباوع من ورا وشايل الفقرات، ايش طلع لي؟ طلعت لي هاي العضله اللي هي البلاتو فارنجيال او بلاتو فارنجياس. وين متصله؟ متصله بالسوفت بلاي اللي هو هذا،
ونازلة ملتحمة ويا الفارنكس، ونازلة لقيت كارتلج قبالها. هذا الكارتلج إذا شوفوه هذا الرصاصي اللي هو هذا الكارتلج بالأخضر، هذا الكارتلج شو نسميه؟ سميه ثايرويد كارتلج. شو نسميه؟ سميه ثايرويد كارتلج. طبعا هنا أنا السهم منعوج اللي هو بالأحرى هذا الثايرويد كارتلج. أوكي، هذا اللي هسه رسمته هذا الثايرويد كارتلج. أوكي، تتصل لي بالبوستيريور بوردر اوف ذا ثايرويد كارتلج، بالبوستيريور بوردر اوف ذا ثايرويد كارتلج كانسرشن مالتها. هسه انا هنا دابوع دابوع بالبوستيريور فيو. اوكي اوكي، شو اشوف بالبوستيريور فيو؟ هذا النيزل كيفيتي وهذا الاورال كيفيتي مالتنا. اوكي، وهاي الفارنكس قصي على مود اشوف شنو السالفه. اوكي، وهاي العضله اللي بالاخضر هي اللي شو نسميها؟ نسميها بالاتو فارنجياس، متصله بالسوفت بلايت ونازله وين متصله؟ بالبوستيريور بوردر اوف ذا كارتليج اللي هو هذا الكارتليج، هذا البوستيريور بوردر مالته متصله به. اوكي اوكي، شو نسمي هاي؟ طلاب هاي من تنزل، من تنزل هذا الاورال كيفيتي، هذا الاورال كيفيتي. اوكي، جوا الاورال كيفيتي من تنزل طلاب شو راح تكون لي؟ تكون لي هاي، سوري يعني الاورال كيفيتي شويه اللي جوا، بس من هي راح تنزل؟ راح تكون لي ارشين هنا، راح تكون لي ارشين هنا. هسه راويكم اياها وهسه راح تفهموني 100%. هذا ارش وهذا ارش. اوكي، اللي هو هذا الارش اللي جاي ورا من ورا البلاتو جلوسال ارش، هذا البلاتو جلوسال ارش يجي ورا ارش ثاني اللي هو هذا النقطه بالوردي، شو نسميه؟ نسميه بلاتو جلوسال ارش. فطلع عندنا تو ارش بحلقنا احنا نشوفه. اول ارش اللي هو هذا شو نسميه؟ نسميه بلاتو جلوسال، بلاتو جلوسال ارش. وثاني ارش اللي هو هذا اللي هو شو نسميه؟ بلاتو فارنجيال ارش. بين هذين الارشات اثنيناتهم البلاعين مالتنا، البلاعين مالتنا بين هذين الارشات اثنيناتهم، هذا الارش وبين هذا الارش بين البلاعين مالتنا. فاذا تشوفون هنا بهاي الصوره، اذا تشوفون بهاي الصوره بس دقيقه، شوفوا هذا الوردي ارش اوكي، وهذا الازرق ارش، وشوفوا هاي البلاعيم اللي رسمتها هسه بالاسود، هاي البلاعيم مالتنا اللي تكون ببيناتن بيناتن. اوكي، شو نسميها؟ نسميها بالاتاين تونسلز اللي راح ندرسها هسه بعد شويه. شو نسميها؟ نسميها بالاتاين تونسل. فمن اقول لك البالاتاين تونسل وين صايره؟ البالاتاين تونسل بالاتاين وين صايره؟ قل له بتوين ذا جلوسوفارنجيال ذا بالاتو جلوسال ارش ذا جلوسوفارنجيال ارش، موجوده بيناتن. اوكي اوكي اوكي، نجي نحكي عن البلاتو جلوسال ماسل اللي هي تتصل بالبلاتاين ابو نوروسيس، والانسيرشن مالتها بالبوستيريور بوردر اوف ذا ثايرويد كارتلج اللي قبل شوي وضحت لك اياها. وظيفتها اليفيت ذا فارنكس، ذا وول اوف ذا فارنكس. ليش؟ لان هي قلت لكم وهي نازله تتصل بالوول اوف ذا فارنكس، فوظيفتها انه شويه ترفع الوول اوف ذا فارنكس مالتها، الوظيفه مو كلش مهمه. اوكي اوكي، يلا طلاب وصلنا هسه للانرفيشن مالت من مالت الهارد بلايت والسوفت بلايت. راح ناخذ السنسور انرفيشن والموتور انرفيشن، والموتور انرفيشن اللي هي هنا. اوكي اوكي، نجي للسنسور انرفيشن. طلاب السنسور انرفيشن جايتني من مصدرين رئيسيين، من المكزيلاري نيرف اوكي، او مكزيلاري ديفيجن مالت الترايجمينال نيرف. لين مثل ما تعرفون هذا هذا الترايجمينال نيرف اللي هو اطول او سوري اللي هو افخم او اكبر، ذا لارجست كرينيال نيرف. اوكي، اللي هو الترايجمينال نيرف اللي يكون لي هاي الجنجليا وينطيني اوبثالميك ديفيجن، ماكزيلاري ديفيجن، مانديبولار ديفيجن. اوكي، الماكزيلاري ديفيجن هذا راح ينطيني برانشات. اوكي ركز وياي، هذا الماكزيلاري ديفيجن راح ينطيني برانشات. شو راح ينطيني؟ اول برانش راح يكون لي اول شيء جنجليا، كون جنجليا اللي هي هاي الجنجليا، شو نسميها؟ نسميها سفينو بالاتاين او توريجو بالاتاين جنجليا، ما علينا بيها. اوكي، ما علينا بيها. شوفوا طلاب، من هاي الجنجليا راح يطلع لي برانش اللي هو هذا، ويطلع لي برانش ثاني اللي هو هذا. هذا البرانش الاول اللي طلع اللي هسه انا رسمته، هذا نسميه جريتر بالاتاين نيرف، نسميه جريتر بالاتاين نيرف. اما هذا البرانش الثاني اللي راح ارسمه بالاسود نسميه ليسر بالاتاين نيرف اللي يرجع لي لورا ويغذي لي شنو؟ يغذي لي السوفت بلايت اللي موجود هنا اللي رسمته بالوردي، هذا السوفت بلايت. اوكي اوكي، وهذا الهارد بلايت. اوكي، فعرفنا هسه احنا الليسر بالاتاين نيرف والليسر الليسر بالاتاين نيرف والجريتر بالاتاين نيرف، وراح ينطيني هذا المكزيلاري نيرف برانش اللي هو هذا البرانش. ركز وياي بس، اللي سوري مو هذا البرانش، اللي هو هذا البرانش. شوفوا اللي راح ارسمه هسه بيا لون. اوكي، ارسمه
بهذا اللون. شوف طلاب اللي هو هذا البرانش، دقيقة، اللي هو هذا، شوفوا مين نزل هسه احنا، وين احنا؟ هذا النيزل كيفيتي، تجويف الأنف، وجوه اللي هو تجويف الفم. اوكي اوكي، فهذا مين نزل؟ نزل من النيزل كيفيتي، مر على النيزل كيفيتي، نزل من هنا. قلت لكم انه يابا بالهارد بلايت اكو هنا انسيزف فوسة، وهاي بيها كنال، اكو هنا انسيزف فوسة وبيها كنال. هاي الكنال هو ايش راح يسوي؟ راح يجي يطب هاي الكنال، نسميها انسيزف كنال، وبعدها يطب الانسيزف فوسة، ويطب وين؟ يطب الاورال كيفيتي بالهارد بلايت، بالهارد بلايت. اوكي اوكي، اللي هو ايش نسميه؟ نسميه نيزو، لان راح يمر بالنيزل كيفيتي. بلاتاين، نيزو بلاتاين نيرف، لان راح يطب وين؟ بالهارد بلايت، فسمينا نيزو بلاتاين نيرف، جاينا من المكسيلاري نيرف. فتشوفون هذا هاي الانسيزف فوسة، هذا النيزو بلاتاين نيرف، وهذا الجريتر بلاتاين نيرف اللي طاب لي مين من فوسة، سوري طاب لي من فريمن، اسمه جريتر بلاتاين فريمن، وهذا الليسر بلاتاين نيرف اللي طاب لي همين من الليسر بلاتاين فريمن. اوكي، هذا الليسر بلاتاين نيرف يغذي لي السوفت بلايت، اما هذا الاثنينات شي يغذن؟ يغذن الهارد بلايت. اوكي، اما هذا يغذي لي السوفت بلايت، خلوها ببالكم. فاذا تشوفون هاي greater sorry اذا تشوفون ال greater palatine nerve والنيزو والنيزو palatine nerve يغذون الهارد بلايت، الهارد بلايت. اوكي، اما هذا اللي راح ارسمه بهذا اللون يغذي لي السوفت بلايت. زين، هسه خلصنا من من المراجع مالت مالت المكسيلاري نيرف. زين، بعد عندنا نيرف ثاني كبير همين، اسمه جلوسو فارنجيال نيرف، هذا الكرينيال نيرف التاسع، عصب الكرينيال نيرف التاسع. هذا الجلوسوفارنجيال نيرف همين يغذي لي السوفت بلايت، همين يغذي لي السوفت بلايت. فالسوفت بلايت صار ياهو يغذي الليسر بالاتاين نيرف، والجلوسو بالاتاين نيرف ينطيني برانش يغذي لي السوفت بلايت. اوكي، اما الهارد بلايت فهو النيزو بالاتاين نيرف والجريتر بالاتاين نيرف. اوكي، كسنسوري، كسنسوري يعني كحراره، كبروده، كالم. اوكي اوكي، لذلك ايه كسنسوري. نجي هسه المن، نجي كذلك هنا من يشوفون نفس الصوره هاي، حرفيا نفس الصوره هاي انا ضايفها هنا. اوكي اوكي، نجي للموتور. طلاب احنا عندنا عضلات، راح اسالكم سؤال، الهارد بلايت تتصل بيه عضلات؟ الجواب لا. اسالكم سؤال ثاني، السوفت بلايت تتصل بيه عضلات؟ الجواب اي. قبل شوي اخذنا عضلات تتصل بالسوفت بلايت، هاي العضلات اللي تتصل بالسوفت بلايت تغذيها بلكسس، شبكه مال الاعصاب. وين صايره هاي الشبكه مال الاعصاب؟ صايره بالبلعوم. طلاب ان شاء الله من ندرس الفارنكس بالبلعوم ندرس هاي الشبكه مال الاعصاب، فاحنا مو بصدد انه ندرسها، لكن فقط راح اقول لك انه يابا انه العضلات الصايره بالسوفت بلايت راح تغذيها شبكه الاعصاب اللي موجوده بالفارنكس. شو نسميها هاي شبكه الاعصاب اللي موجوده بالبلعوم اللي هو الفارنكس؟ نسميها فارنجيال بلكسس. فيقول لك شنو؟ يقول لك انه اول مصل are supplied يعني muscle of the soft palate من يغذيها اللي هو الفارنجيال بلكسس، ما عدا اللي هاي راح اشرها بالاصفر، ما عدا اللي هي التنسر باللاي بالاتيناي اللي راح تسوي لي البالاتين ابونوروسيس. منو راح يغذي هاي؟ راح يغذيها المانديبولار ديفيجن. طلاب هذا اللي ترايجي من النيرف، ينطيني اوبثالميك ويعطيني ماكسيلاري وينطيني هذا المانديبولار ديفيجن اللي ينزل هيك. اوكي، اللي هو هذا، هسه راح ارسم لكم اياه دقيقه، اللي هو هذا. اوكي، هاي هذا الاوبثالميك وهذا المكسيلاري وهذا المانديبولار ديفيجن. شوفوا طلاب المانديبولار ديفيجن وهو نازل ينطيني برانش، هذا البرانش يغذي لي التنسر فيلاي بالاتيناي اللي هي هاي تنسر فيلاي بالاتيناي، او مرات نسميها تنسر بالاتيناي بس ما اكتب فيلاي. اوكي اوكي، فالتنسر فيلاي بالاتيناي يغذيها الميديال اللي هو هذا البرانش. شنو اسمه؟ اسمه ميديال توريجويد نيرف، ميديال توريجويد نيرف، عفوا ميديال توريجويد نيرف اللي هو نيرف تو ذا ميديال توريجويد. هذا النيرف تو ذا ميديال توريجويد يروح يغذي لي ميديال توريجويد مصل، وبطريقه يغذي التنسر فيلاي بالاتيناي. اوكي، اللي هو من جايني من المانديبولار ديفيجن مال التريجي من النيرف. تمام طلاب، وصلنا هسه للبلاد سبلاي اوف ذا هارد بلايت اند سوفت بلايت. اول بلاد سبلاي راح يجيني من المكسيلاري ارتري ومن الفيشيال ارتري ومن الاسيندنج فارنجيال ارتري، هذني الميجر ارتري اللي حيغذنها. نجي للبرانشات مالتهن، اول شيء نجي للمكسيلاري ارتري اللي هو هذا المكسيلاري ارتري. طلاب بس ركزوا يا، هذا المكسيلاري ارتري اللي هو هذا. اوكي، هذا المكسيلاري ارتري يجي من هنا. اوكي، ينطيني برانشات، ينطيني الليسر بالاتاين ارتري يروح يغذي لي السوفت بلايت
اللي هو هنا السوفت بلايت يغذي لي اياه، ينطيني جريتر بلاتاين ارتري اللي ينزل من هنا ويروح يصعد منه ويطب الانسيزف فوسه بالانسيزف كنال. متاكد دكتور من قلت لي يطب الانسيزف كنال؟ لان قبل شوي من اخذنا النيرف قلنا يطب الانسيزف كنال هو يا هو اللي هو السفينو بلاتاين نيرف، لكن بالاحرى طلاب الارتري من اللي راح يطب الانسيزف كنال هو الجريتر بلاتاين ارتري، اما النيرف فراح يطب السفينو بلاتاين نيرف. هسه راح اوريكم صوره ما عليكم مساله الدخون اوكي، فراح ينطيني الجريتر بلاتاين نيرف اللي راح يصعد لي من هنا ويطب الانسيزف كنال، بس خليها ببالك هالمعلومه. وراح ينطيني برانش، هذا البرانش شنو اسمه؟ اسمه سفينو بلاتاين ارتري اللي راح يطب من هنا بالنيزل كيفيتي اوكي، وينزل من هنا او اسميه نيزو بلاتاين ارتري نفس الشيء، وراح يجي من هنا ويغذي لي البلاتاين ارتري من جهه النيزل كيفيتي اوكي، يعني ما راح يدخل لي الاورال كيفيتي اوكي، بالتالي انا ما راح اشوفه بالاورال كيفيتي، ما راح اشوفه اللي هو هذا البرانش. شو اسمه؟ اسمه سفينو بلاتاين ارتري اوكي. فهو راح ينطيني ثلاث برانشات المكزيلاري ارتري اللي هو الجريتر بلاتاين ارتري والليسر بلاتاين ارتري والسفينو بلاتاين ارتري. اجي اوضح لكم اياها هنا، شوفوا طلاب هذا المكزيلاري ارتري راح ينطيني البرانش اللي هو هذا بالاسود اللي اسمه سفينو بلاتاين ارتري اللي راح ينزل لي من هنا وينطيني برانشات يجي من هنا اوكي ويغذي لي الهارد بلايت، بس مين؟ من جهه النيزل كيفيتي، من جهه الانف. هل هو راح يجي يدخل من هنا ويطلع بين من هنا مثل النيرف؟ لا. شوفوا اما السفينو بلاتاين نيرف، ركزوا وياي النيرف، شوفوا راح يجي من هنا ويطب الانسيزف فوسا ويبين لي من هنا هذا كنيرف. فكتبوا هنا ملاحظه طلاب، اريدكم تكتبون ملاحظه انه الارتري، اكتبوا السفينو بلاتاين ارتري ما راح يطب الانسيزف فوسا اوكي، ما راح يطب الانسيزف فوسا، ما يطب الانسيزف فوسا. اما النيرف، اما النيرف فهذا يطب الانسيزف فوسا اوكي اوكي. فاذا نجي من هنا نباوع من جهه الاورال اوكي، شو نشوف؟ نشوف هنا الجريتر بلاتاين ارتري هو اللي يطب من بالانسيزف فوسا اوكي اوكي. زين وبعد شو عندنا؟ عندنا الليسر بلاتاين ارتري اللي راح يغذي لي شنو؟ اللي راح يغذي لي السوفت بلايت. بعد شو عنده طلاب؟ عندي الفيشل ارتري، هذا الاكسترنال كاروتيد ارتري ينطيني الفيشل ارتري، هذا الفيشل ارتري ينطيني برانش، هذا البرانش اللي اسمه اسيندينج بلاتاين ارتري يروح يغذي لي البلاتاين، هم يغذي لي البلاتاين اوكي اوكي. هذا الفيشل ارتري، فالفيشل ارتري يعطيني اسيندينج بلاتاين برانش اللي هو جايين من الفيشل ارتري ماشي. وبعد عندي برانش همين يطلع لي من الاكسترنال كاروتيد ارتري اللي هو البرانش الثالث اللي قلنا عليه اللي هو الاسيندينج فارنجيال ارتري. هذا الاسيندينج فارنجيال ارتري طلاب بالحقيقه راح ينطيني برانش اسمه بالاتاين برانش، هذا البالاتاين برانش ينطيني بعد برانشات يغذي لي شنو؟ هذا البالاتاين برانش يغذي لي ال 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 البلايت اوكي اوكي. وهذا الاسيندينج بالاتاين الاسيندينج فارنجيال ارتري هم راح ينطيني بعد برانشات تغذي لي شنو؟ ينطيني برانشات كل شوي تغذي لي الهارت بلايت اوكي اوكي. فالاسيندينج فارنجيال ارتري ينطيني برانش اللي هو ينطيني برانش اسمه شنو؟ اسمه بلاتاين، اسمه اسيندينج فارنجيال ارتري، هم اسمه اسيندينج فارنجيال ارتري اللي هو مثل البلاتاين ارتري اوكي اوكي. زين هل اني مطلوب من عندي انه احفظ هاي الدوخه كلها؟ الجواب لا، مطلوب منك تحفظ المكزيلاري ارتري، فيشال ارتري، سينيك فارنجيال ارتري، هو هذا اللي يجي بالام سي كيو، اوكي؟ صراحة انه يجيبون هذني الامور ثانوية ممكن يجيبوها بس مو كل شوية، اوكي؟ اوكي. هذني البرانشات جاياتي غذين السوفت بلايت، مين جايات لي؟ جايات لي أول شيء من الفيشال ارتري، وجايات لي مين؟ جايات لي من الاسيندينج فارنجيال ارتري، من الاسيندينج فارنجيال ارتري، اوكي؟ اوكي. اللي أخذناه هاي من الفيشال ارتري، من الفيشال ارتري ومن الاسيندينج فارنجيال ارتري اوكي اوكي. وهيك نكون يعني خلصناها.